أزمة انتشار حشرة بق الفراش في فرنسا سببها المهاجرون غير النظاميين. بهذه الكلمات برر الصحفي الفرنسي باسكال برود انتشار حشرة البق في البلاد. باسكال طرح سؤالا خلال لقاء تلفزيوني ملمحا إلى أن الظروف الصحية والنظافة التي يتمتع بها المهاجرون الموجودون على الأراضي الفرنسية كانت سببا في انتشاره. هذه التصريحات أثارت موجة غضب واسعة، وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي ووصفوا تلك التعليقات بالعنصرية. قصة البق بدأت منذ قرابة الشهر، حيث أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في العاصمة باريس عن وجود هذه الحشرة بالقطارات ودور السينما ومكتبات وأماكن عامة، فيما أعلن عمدة باريس تنظيم اجتماعات بشكل عاجل من أجل مكافحة هذه الحشرة. بق الفراش ليس بالحشرة الهين التعامل معها، فهو يسبب بثورا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة ويتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية، والتخلص منه أصبح أصعب مما كان عليه سابقاً.